نوصل رسالة لكل مواطن انه ابواب قيادة الشرطة محافظة نينوى مفتوحة. وهذا الدور عليكم انتم كمواطنين. احنا نريد نحل المشكلة في قيادة الشرطة نينوى. بس انا الاحظ اكو موضوع اخر. كثرة التوصل على حل مشكلتك. كأنما ما عندك ثقة انه مشكلتك تنحل. فأنا من هالمكان هذا أوجهكم رسالة للكل أن الثقة موجودة وإحنا متابعين الموضوع وكل لقاء نجيب لكم الضباط المعني سواء دائرة القانونية قسم التقاعد الإدارة الحسابات وعندنا ضوابط معينة بالعمل خارج هذا الضوابط ما نقدر نشتغل وانتم تدرون هذا الموضوع يعني انتم على علم ودرايه بهذا الموضوع. فمو الغايه انه احنا نقابل ونقتنع ما نقتنع ونروح لمكان اخر ونروح لقسم اخر ونروح لاحد المسؤولين اي مسؤول معين. هم راح تقعد تشرح له قصتك وكانما هي قصتك ما لها حل، لا قصتك لها حل اذا ضمن اللوائح والقوانين. ماكو قصه مستعصيه. وهذا استغلها اليوم ووجهها على الاعلام انه الاعلام قياده الشرطه نينوى مو اعلام شخصي لقائد الشرطه انه يطلع ويلتقي مع المواطنين تعال نطلع بالتلفزيون ونطلع والله قائد الشرطه طلع بالتلفزيون لا. الاعلام هي رساله موجهه للمواطنين اللي في نينوى انه ابواب قياده الشرطه محافظه نينوى مفتوحه للكل. للمظلوم ولا يتردد ولا يخاف. انا اسف على الاطاله اخذت من وقتكم وراح نبدا نشوف مشاكل.